تواجد دائما وابدا من خلال القنوات السعوديه الرياضيه التي تتواجد في كل المحافل لنقل احداث كره القدم. كره ملعوبه، مهند ملعوبه، مهند فريج وعاقب الاتحاد بعد ان اهدر عمر الجدعاني ركله جزاء، لكن مهند فريج شوف خطا دفاعي والدخول، شوف مهند افريج والتسديده كهدف اهلاوي اول في كره من سعود عبد الله. ملعوبه العرضيه الراسيه ترتطم، جول تلعب، جول عمر الجدعاني يعوض ركله الجزاء المهدره. هذا عمر الجدعاني الهداف اللي اهدر ركله جزاء في دقائق اولى، لكن يعود بالاتحاد من خلال كره، شوف الاعاده ترتطم ويحطها في شباك باكر عيسى بشكل جميل. باكر عيسى يتلقى شباك الشهراني، كره ملعوبه لمصلحه عمر الجدعاني. عمر الجدعاني في دخول، في توغل، في تواجد، في كره، يا ولد الجدعاني اهدر ضربة جزاء وسجل هدفين وعاقب بكر عيسى. يا ولد هو هداف الفريق، هو نجم الفريق، عمر الجدعاني في تسديد، شوف عدى من فضائله وسدد عن يمين بكر عيسى. فراس الغامدي، فراس الى علي مكي، يتقدم علي مكي الخطير، علي مكي حاول يعدي، يلعبها جميلة ملعوبة، عبد الرحمن قابور البديل يسجل التعديل للأهلي. شوف تغييرات مهدي الصيفي تثمر عن تعديل، شوف الإعادة الجميلة وعلي مكي عرضية وعبد الرحمن قابور هدف التعديل للأهلي. الأهلي 2 الاتحاد 2 في شوط ثاني في